لقد وصلنا إلى المدينة. الآن سنرسل شعر نمور. لنمضي. أها. تفضلا. نريد أن نرسل هذا. املأ الاستمارة. أين أنت يا نمور؟ لنسترح قليلاً. حسناً، لنسترح قليلاً. لا زال الوقت مبكراً، لنسر لبعض الوقت. حسناً، لنسر لبعض الوقت. كأن شيئاً قد ضاع. كنت دائماً أنزعج من ثرثرة ببغان، لكن لأنني لم أسمع صوته منذ أيام، أشعر كأن الشمس حتى تسير ببطء. سأنتقم لهم. لا تقلق، سأكون قرداً حارساً جيداً. لو لم أكن متحمساً لأصبح القائد لما مات القائد العجوز. إنه على حق، من يستطيع حماية العائلة هو من يستحق أن يكون القائد، وسأفعل ما بوسعي لحمايتهم. لست مؤهلاً لأكون قائداً. نمور، هل أنت بخير؟ كلب، أخبرني لماذا ذهبت إلى الغابة؟ لأن مبروك أراد أن يجدك. إذن لماذا تركت مبروك وذهبت إلى الغابة؟ للبحث عن والدتك. لقد طلبت مني النمور في السيرك أن أصبح زعيم الغابة وأن أحمي الحيوانات هناك، لكنني لم أتسبب سوى بالمشاكل، وليس للحيوانات فقط وإنما للأنسة انتصار ومبروك أيضا. إنها ليست غلطتك، فهدئ من روعك، هذا بسبب الأشرار، لا تضع اللوم علي. لولا وجودي لما أتوا إلى هنا ولما اضطربت الحياة في الغابة. بدلا من حماية الحيوانات قمت بإحضار المتاعب لها، لحق لي لأصبح زعيم الغابة. ما هذا؟ ما الذي يحدث لي بالضبط؟ هل هذا صوت أمك؟ أمي؟ لكن صوت أمي أخفض قليلاً من هذا الصوت الذي سمعناه الآن كلبون. على كل حال لابد أنه من عائلتك، لنذهب نلقي نظرة، هيا. لنذهب. أنت مشاكس جداً يا صغيري. ما رأيك تمكنت من ذلك؟ نعم، كدت أن تتمكن منه. أرأيت؟ تعلمت حركات جديدة وصعبة. رائع، ستكبر وتتعلم كل ما تريد. إن والدتي تمزح. أمي، هل كنت تسخرين مني؟ أمي، أخبريني بالحقيقة. في الحقيقة لقد عرفت أنك هنا من رائحتك يا بني، وعندما بدأت بالحركة تمكنت من معرفة مكانك. إن لم أتمكن من المراقبة بهذه الطريقة كيف سأتمكن من حمايتكما؟ لازلت لا أستطيع أن أفعل ذلك. ابتهج، إن تعلم كل شيء يحتاج وقتا. خذ الاختفاء كمثال. بالنسبة لمعظم الحيوانات ليست قادرة على اكتشاف مكانك، لذلك أنت في تقدم. ابقيا هنا وسأذهب للصيد، مهما حدث ابقيا في الداخل ولا تخرجا، فهمتما؟ حسناً. لا تقلقي. لا تقلق، أنا متأكد أنه ليس نمر الصغير. من المرعب أن يكون نمراً كبيراً. ليس بالأمر الخطير، أنا أنتظر واحداً كبيراً. لكن إن كان صوت نمر كبير في الغابة وفجأة نمر. لا
تقتلني، لا تقتلني. ماذا؟ قطعة فخ فقط. قطعة فخ تفعل كل هذا بنا؟ ها؟ انتظر لحظة. لماذا تريد هذا؟ لماذا؟ إنه فخ محجور، إن وضعناه في مكان ما يذهب إليه النمر باستمرار. ونستفيد أن؟ أن نمسك بالنمر. بالنمر؟ أحسن. ماذا يجري؟ أشعر بالدوار. وأنا كذلك. ربما إن وجدت والدة النمور هذه سنتمكن من إخراج الأشرار من الغابة. لماذا أشعر بالخوف كلما تقدمت؟ ربما هناك خطر في الغابة. لماذا نصحت نمور أن يتقدم؟ من أنت؟ تكلم، من أنت؟ أنا نمور. نمور؟ لم أرى من قبل نمرا أبيض. صحيح أنا أبيض، لكن والدتي تشبهك تماما. نعم، عدا لون البشرة إنه يشبه النمور كثيرا. لا أشبهها، أنا فعلا نمر. نعم، إنه نمر، لن يجرؤ حيوان آخر على أخذ الطعام مني طبعا. لا بأس، لأنك مجرد صغير، سأعطف عليك، وعندما يكتفي صغاري من الطعام سوف أعطيك بعضا منه. اتفقنا يا صغير؟ اتركي صديقي والآن. ماذا؟ عما تتحدث؟ أهو صديقك؟ هل أنت صديقه؟ صديقه؟ أجل حقا؟ لنرى أين ستذهب هذه المرة. لنرى. هيا يا أخي، فلنعد للبيت. بدأنا للتو، لم تطاردني حتى. ساد الهدوء فجأة، أنا خائف. إذا عد وحدك، أنا سألعب قليلا. إن لم تأتي معي سأخبر أمي. حسنا، هذا ممل. لن أخذك للخارج مرة أخرى، ستبقى في البيت وحدك. انتظر لحظة، لابد أنه بيت نمر. إذا لنمسك بهم. انتظر لحظة. لماذا؟ إنه في عمق الغابة، بالإضافة إلى أننا لا نملك سيارة. إن أخذنا الصغار سيتبعنا الكبير، بالإضافة إلى النمر الصغير، ربما سيقتلنا النمر عندها. إذا هل علينا أن نترك الصغار يا قناص؟ نتركهم، نحن صيادان. إذا راقبني فقط وتعلم مني. ها، رائع. كيف يمكن لنمر وكلب أن يكونا صديقين؟ هل الأمر غريب؟ يمكننا أن نصادق أي أحد في العالم. إن صادقناهم لن يكون عليهم أن يخافوا من عائلتنا. أنت نمر، لن أؤذيك، اذهب وجد صديقا آخر. إن تجرأت وأذيته لن أدعك تفلتين. هل تريد العراق؟ حسناً، دعني أريك القوة التي يجب أن يملكها النمر. هذا صوت أمي. أحصل لها مكروه؟ لا بأس بك، لم يتجرأ حيوان من قبل على التحديق بي هكذا، لابد أنه النمر. إنها تبدو قوية جداً، ربما والدتي أكثر قوة منها. مع أنه صغير لا يمكنني أن أرى الخوف في عينيه. أتمنى أن يصبح أبنائي مثله في المستقبل. إنه صغير وعنيد. أمي. نمور ركز. كنت أفكر يجب أن أركز أثناء القتال كي أركز على كل حركة للعدو ومعرفة الوقت المناسب للهجوم. فعلا هذا الصغير قوي وعنيد، لقد وقف أمامي. اسمع، هذا الكلب أنا اصطدته، لن تأخذه. ابتعدي عنه. أنت صغير لكنك حصلت على فرصة. اسمع، على النمور أن تضرب الهدف بهجوم واحد، القفز والرفع والقضم.
يبدو أن أمك ليست جيدة. إنها خطيرة. إن أظهرت بطنك لعدوك تعترف بالفشل، وإن استسلمت الآن سأسمح لك بالذهاب، لكن لن يذهب الكلب معك. الفشل ليس خياراً بالنسبة إلي. هل تتوقعني أن تهزماني وحدكما؟ إن لم تذهب الآن ستكون فريستي أيضاً. اذهب يا نمور، دعني واذهب. لا، لن أتركك أبداً يا كلبون، لن أتركك. يا لك من صغير شجاع، كم هذا غريب. لا تحزن، سوف نذهب معاً، أعدك بهذا. لما أنتما هنا؟ أخبراني. أتينا للإمساك ببعض الأشرار. يمكنك أن تذهب الآن، وإن غادرت المكان لن أمسك بك. اذهب. هل نستطيع الذهاب الآن؟ فقط لأنك ذكرتني بصغيري، لذلك سأسمح لك بالذهاب. لدي سؤال واحد فقط لو سمحت، يجب أن أسألك إياه. هل هذا وقته نمور؟ أسكت واذهب على الفور قبل أن أغير رأيي. انتظري، يوجد أشرار في الغابة. هذا سخيف، لم يأتي الأشرار إلى هنا منذ أمد طويل. كيف يمكن وجود الأشرار؟ وكيف يوجد نمر يصادق كلبا؟ الهدوء يعم الغابة الآن، الظلام يحول، سأعود إلى البيت. أهو مؤلم؟ لا يهم، أنا بخير كلبون، كنت تقتل بسببي أنا. انسى الأمر، نحن أصدقاء. ها هو. لماذا ترتعش؟ لست أرتعش. هل تهتز الشجرة؟ قلت لست أرتعش. ماذا إذن؟ صوت ما. ربما الطيور تقترب من الفخ. إنها قريبة جدا. بشر، لقد اكتشفت أمرنا. أمسكنا بها. حدث شيء ما. دعك منها، لا يتوافق نمران في مكان واحد، إنه شيء يعرفه كل من في الغابة. والدتي قالت لي إن أردت أن أصبح زعيم الغابة علي أن أتحمل الوحدة. لنخدرها أولا. انتظر قليلا لنمسك الصغيرين أولا. لكن زئيرها مرعب. لا تخاف، لا يجتمع نمران في مكان واحد. لن يأتي النمر الصغير إلى هنا، لن يجرؤ على القدوم أبدا. سألقن ذلك درسا قاسيا. أمي، أبنائي ابتعدا من هنا. أمي، إنهم صيادون. ماذا حصل لك يا أمي؟ أهربا، إنهم صيادون، أهربا. لقد أتى صغيران وحدهما. اقتربا. أهربا بأسرع ما يمكن، أهربا، هيا. ببطء، لا تخفهما. أمي. لا تخافا يا صغيري. أهربا. أهرب يا أخي. لماذا فعلت ذلك؟ لقد أخفتهم. أنت توبخني ثانية، مهما يكن لقد هربا. ماذا نفعل؟ لا تستطيع التفكير وحدك، يجب أن أفكر عنك. كسرتا. انتبعنا الهرب. ماذا عن أمي؟ محق، يجب أن لا نترك أمنا. لكن ماذا سنفعل؟ ولكن أنا سمعتكما. توقفا، أمنا خلفنا. إن تجرأت على إيذائنا لن تدعك تفلت. لقد سمعت كلامكما، ماذا حصل لأمكما؟ ماذا؟ أمنا؟ فلتسكت أنت.
أمي لقد أمسك بها الأشرار. كان الوضع خطيرا. كدنا نقتل لو لم نسرع، لكن علينا أن نعود ثانية. هل تريد أن تقتل؟ لقد تأذى النمر من الفخ، لن يستطيع الابتعاد. نعم نستطيع أن نصيبه. علي أن أجد صغاري، لن أسمح لأحد بالإمساك بهما. لن أسمح للأشرار بالإمساك بالحيوانات. هيا علينا أن نمسك بالنمر. صغاري أين أنتما؟ لا يمكن أن أسقط من أجل الصغار. أمي صغاري. أمي صغاري. نحن بأمان، هل تتألمين؟ لم أعد أتألم بعد رؤيتكما. لسنا بأمان فقط، بل وجدنا أحدا سيساعدنا أيضا. سيساعدنا؟ هذا؟ انظر نمور أيضا هنا. لا تقلق، لن تسمح له أنثى النمر بالبقاء هنا يا قواص. لدى النمور سيطرة على مناطقها، حتى الأم لا تسمح لأطفالها بالبقاء معها، كيف تسمح لمن لا تعرفه؟ أمي لماذا طلبت من نمور المغادرة؟ لا يسمح بوجود نمر آخر في منطقتنا، عندما تكبران عليكما تركي أيضا، هذا تقليد عائلتنا. لكنهما هنا لمساعدتنا. وأنت مصابة يا أمي. تذكرا يا صغاري، نحن نمور للأبد، مهما يكن الوضع لا يهم إن نزفنا أو مرضنا أو حتى متنا، علينا أن نفعل أي شيء لحفظ كرامتنا، فهمتما؟ أمي لا تقلقي أبدا، سنكون معك على الدوام، لا تقلقي. أمي إنهما ثانيتان. اذهبا بسرعة. أمي لا، أمي توقفي. أمي توقفي، لا تبكي، لنحمي أمنا. صغيران يريدان القتال. اهدأ يا صغيران. أيها النمر الصغير، أنت تعني ثروة بالنسبة لي. انتصار هيا. لما تطلب مني المغادرة باكرا؟ ليس هناك مكان حتى لتناول الإفطار. اطمئني، لقد أحضرت البعض منه. رائع، لقد تعلمت تخزين الطعام، ولكن من غير الصحي الأكل خلال السير، لا تفعلها في المرة القادمة. حاضر سيدتي. أمي استيقظي، أرجوك يا أمي استيقظي. أمي استيقظي. أمي أخبريني، هل أنت بخير يا أمي؟ اطمئنا يا صغيري، أنا بخير الآن. أمي أنا آسف لأنني لم أسمع كلامك، سامحيني. إن نمور يقدر الآخرين، سيكون زعيما رائعا للغابة في المستقبل. ألا يتوافق نمران حقا في مكان واحد؟